صباح الخير. بفقرتنا رح نتحدث عن حملة فزعت أهل اللي شاهدتوا تفاصيلها على شاشة رؤية بشهر 11/2016، وتهدف لترميم بيوت الأسر العفيفة. بهمنا نعرف وين وصل نجاح هاي الحملة، قديش على أرض الواقع عم نشوف بالفعل في بيوت يعاد ترميمها بالعديد من المناطق والمحافظات بالمملكة. نصبح على المهندس ماجد الطباع نقيب المهندسين الأردنيين. نصبحك بالخير. صباح الخير. أهلا وسهلا فيك، شرفنا. يعني بما أنه إحنا بلشنا نحكي عن الحملة الخيرية لفزعة أهل، أطلقتها طبعا نتذكر العام الماضي نقابة المهندسين الأردنيين، وكانت الانطلاقة من قناة رؤيا. اعتبرت يعني بشهادة عدد كبير من الأشخاص بأنها نموذجا يحتذى به بتمثيل التكافل الاجتماعي وأيضا النسيج الاجتماعي للمجتمع. إذا نتحدث أكثر عن الإنجازات من شهر 11 العام الماضي إلى الآن، وين وصلتوا بموضوع فزعة أهل؟ بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا أولا على تسليط الضوء على هذا الموضوع، شكرا على الاستضافة. يعني أنا بس بحب أحكي كمقدمة أنه إحنا في نقابة المهندسين الأردنيين بفضل الله نفتخر بأننا من أولى المؤسسات التي وضعت لنفسها نظام للمسؤولية الاجتماعية. هذا النظام أسس بموجبه صندوق للمسؤولية الاجتماعية، تحددت إيراداته وتحددت أوجه صرفه بحيث أنه يتم الصرف منه بنسبة 50% لمساعدة المنتسبين و 50% لدعم المجتمع المحلي على شكل حملات. ولما نتحدث عن المسؤولية الاجتماعية يعني بنتوجه بشكر لقناة رؤية، لأنه كنا يعني شركاء في أكثر من حملة من هذه الحملات، ونحن نعتز بهذه الشراكة، وأن هذه الشراكة أتت يعني ثمارها. إحنا بالنسبة لفزعة أهل ترميم الأسر العفيفة، بيوت الأسر العفيفة، استطعنا لغاية الآن يعني تنفيذ 5 بيوتات في 5 محافظات، والآن في عنا 7 مشاريع تحت التنفيذ. والحمد لله هذه تتم بالتعاون مع مؤسسات اجتماعية أردنية مرموقة، مثل صندوق المعونة، الصندوق الخيري الهاشمي، المحافظات كلها، مجالس المحافظات، فروع النقابة بالمحافظات كلها بتساهم في هذه المشاريع. إذا نحكي عن الآلية برضو لتأكيد المصداقية بجمع التبرعات، أستاذي، الجهات اللي كان عم بتم فيها جمع التبرعات من وين، وأيضا كيف تم التنسيق؟ يعني عم نحكي عن 5 بيوت تم ترميمها، ورح يكون في 7 بمحافظات مختلفة. كيف تم الجمع والاختيار للبيوت؟ يعني احنا أطلقنا الحملة كما تفضلتوا من قناة رؤية في بشهر 11، وهذه الحملة يعني تم التعريف وعرفها الشعب الأردني كله، يعني الشعب المعطاء واللي شارك في تمويل هذه الحملة. الحملة مستمرة لغاية الآن، كتير بيسمعوا عن هذه الحملة، وفي لها حساب أمانات في نقابة المهندسين يتم جمع هذه المبالغ. كيف يتم التعرف على البيوت اللي بحاجة؟ يعني تتقدم الأسر للجهات صاحبة الدراسات الاجتماعية، ليست نقابة المهندسين. يعني نحن لدينا لجنة لكن لا نعمل بالعمل الاجتماعي بشكل أساسي، هنالك جهات متخصصة نتعاون معها، بيحددوا الأولويات والاحتياجات. إحنا بنغطي الجانب الفني، تطلع لجنة فنية من المهندسين بتزور الموقع، بتحط أولويات المعالجة. طبعا إحنا بنركز أول إشي بعض الشروط أو خلينا نسميها المتطلبات، أنه يكون البيت ملك مثلا، ما يكون مستأجر، لأنه العائلة بتستفيد منه على طول، ما بيستفيد المؤجر. أيضا أنه يكون شروط السلامة العامة، يعني البيت لا سمح الله قايل للسقوط أو في خطورة على الإسكان، هذول بنعطيهم أولويات أولى. ثم يتم تحديد ما هي الأعمال المطلوبة وتحديد الميزانية المطلوبة والمقدرة، ويتم طرح عطاء للمقاولين في تلك المحافظة أيضا تتنفذ. ونحن الحمد لله يعني كثير من المقاولين بتبرعوا بمواد، بتبرعوا بأجور، يعني هذا عمل ليس مقتصر على نقابة المهندسين، كل الشعب الأردني فيه خير بهذا الاتجاه. طبعا أكيد. يعني أنا بشوف أنه الجميل بما يتعلق بمختلف الحملات اللي بتقدمها نقابة المهندسين الأردنيين، بتطلقها سواء يعني بتعاون إعلامي أو غيره، بأنه هاي الحملات تكون مستدامة. فإذا مثلا نتذكر حملة الأضاحي هي غير مقتصرة مثلا على سنة معينة، إذا بنحكي عن كسوة الشتاء، إذا بنحكي عن حقيبة المدرسية، أيضا تعملون على ترميم المكتبات ببعض الجامعات وغيره. فاحكي لنا أكثر عن هالاستدامة، كيف بتحرصوا بأنكم تكونوا يعني الحملات والخدمات اللي عم بتقدموها المختلفة للمجتمع تكون مستمرة وغير مقتصرة على شهر أو على سنة معينة؟ يعني إحنا عندنا جانبين اللي تفضلت فيهم حضرتك. الجانب الأول اللي هو مسؤول اجتماعي، في عندنا حملات ثابتة، يعني 3 حملات اللي ذكرتهم، الحقيبة المدرسية، كسوة الشتاء، والأضاحي، هدول حملات ثابتة سنويا تنفذ حسب الموسم، وبالتعاون مع مؤسسات مثل تكية أم علي، مثل الهيئة الخيرية الهاشمية، صندوق الخيري الهاشمي. هذه حملات كل سنة الحمد لله
أصبح لها سمعة وتوزع من خلال فروع النقابة المختلفة. نعم. يعني إحنا نقابة المهندسين في كل محافظة من محافظات الوطن لنا فرع، وهذا الفرع بتعاون مع المجتمع المحلي بشكل أساسي. أيضا عندنا مسؤولية اجتماعية تجاه دعم المؤسسات، جامعات، يعني جامعات وطن، مؤسسات وطنية، نحن نظهر الجانب الهندسي فيها، ندعم المكتبة الهندسية، ندعم ترميم بعض قاعات التدريس في التخصصات الهندسية، ونوقع اتفاقيات تدريب، يكون هنالك مصلحة متبادلة تخدم المهندس، تخدم المؤسسة، تخدم العمل الهندسي. يعني احنا بالأمس كنا بجامعة مؤتة ووقعنا اتفاقية نفتخر فيها، يعني رح نقوم بموجبها بدعم المكتبة ونقوم بتنظيم مؤتمر مشترك مع جامعة مؤتة عن العمل الهندسي وتدريب بعض الطلاب خريجين الجامعة وخريجين جامعات أخرى. نعم، أيضا لفت نظري بأنه في هناك أيضا يصبح تعاون بين النقابة وبين البلديات، يعني صحيح. بتعملوا على فتح وترميم الشوارع بمختلف المحافظات وبالتعاون مع البلديات، فأيضا هاي النقطة بحب أنه نركز عليها. يعني إحنا نقابة المهندسين لدينا بصندوق التقاعد مشاريع استثمارية تطوير عقاري، يعني نأخذ قطع أراضي خارج التنظيم ونقوم بتنظيمها بموافقة مجلس التنظيم الأعلى وتنفيذ البنية التحتية، شوارع وشبكة مياه ومجاري وشبكة كهرباء، ويتم توزيعها على المهندسين بأسعار معقولة وبعائد استثماري معقول، يدعم الصندوق ويخدم المهندس بالتأمين فرصة عمل. مقابل التسهيلات اللي كانت تعطينا إياها وزارة البلديات في هذا الاتجاه، نقوم بدور مسؤولية اجتماعية أن تقوم النقابة بفتح شارع، تعبيد شارع، بتقديم مساعدة للبلدية على شكل حاويات، وحدات إنارة، متطلبات يعني عينية. هذا دور للنقابة نفتخر به. نعم. ونفتخر بدور. نعم. البلدية في هذا بالحديث الحاجة. عن التشبيك، على ما أذكر من أول المتبرعين كان بالحملة نقابة المقاولين. نعم. صحيح. حدثنا أيضا عن التعاون مع نقابة المقاولين، قديش دائما بالفعل هذا بينجح أي عمل مشترك، وخصوصا أنه عم نستفيد كمان من خبرات الهندسة وخبرات المقاولة. صحيح. بترميم البيوت. نعم. يعني إحنا العلاقة مع نقابة المقاولين وجمعية مستثمري قطاع الإسكان ونقابة المهندسين يعني علاقة وثيقة جدا. أول شيء بقرب المهنة اللي بنشتغل فيها، يعني مقاولين أغلبهم مهندسين، وإن لم يكونوا مهندسين بشغلوا كوادرهم هندسية وعملهم هندسي. أيضا جمعية مستثمري قطاع الإسكان بنبدو مشاريع إسكان، فإحنا كان لنا تجربة أول ما بدأنا إحنا وياهم بالهيئة الدولية لإعادة إعمار غزة، وكان فعلا في إنتاج جيد. قامت هذه الهيئة بإعادة بناء مستشفى أطفال بدير البلح بالتعاون مع بنك التنمية الإسلامي بجدة، وقامت بتنفيذ العديد من المشاريع الإسكانية، حملة إيواء كذا، فهذا كانت يعني تجربة ناجحة. نعم. فعممنا هذه التجربة، ساعدونا بفزعة أهل. الآن كثير من المقاولين يقوموا هم بالتبرع بالمساعدة، سواء بتقديم الجهد أو تقديم مواد. نعم. عيني، حتى بترميم بيوت المرابطين بالقدس. نعم. كمان في عنا إحنا حملة مستمرة اللي هي حملة فلنشع القناديل صمودها، هذه الدور اللي بتقوم فيه النقابة مكمل للدور الرسمي. حيث أن الوصاية الهاشمية. نعم. على المقدسات وخاصة المسجد الأقصى بحاجة إلى مساعدة الأهل وتثبيتهم في الرباط حول الأقصى ويكونوا خط الدفاع. بيعانوا من مشكلة أنه بيوتهم ما فيها ظروف صحية، العدو الصهيوني ما بيسمح لهم إعادة الترميم أو أنه يسووا أي مشاريع. إحنا من خلال تواجد مهندسين إلنا نكشف ونعمل حملات تبرع يتبرع فيها الشعب الأردني أيضا لهذا الاتجاه، ونفذنا العديد من المشاريع التي نفتخر بها كأردن وكشعب أردني قبل أن نفتخر بها كنقابة مهندسين. حلو. رح نرجع إلى المستوى المحلي، وأيضا من ضمن الحملات اللي عم تشتغلوا عليها هو دعم مبادرة أسر وأبناء الشهداء أطلقها جلالة الملك عبد الله الثاني هذا العام. شو دوركم بالدعم لهذه المبادرة؟ يعني إحنا نفتخر أنه برضو كنا من المؤسسات الأولى التي قدمت تبرع، هذا التبرع إن شاء الله أنه يكون سنوي دائم لصندوق الشهداء، وهذا أقل واجب يعني لنقابة المهندسين، لكل المؤسسات أن تقدم للأجهزة الأمنية عائلاتها اللي بيقوموا بالسهر على رعاية أمن الوطن وحمايته، وهذا يعني نحن إذا قدمنا المال هم بيقدموا الأرواح. صح. فهذه يعني مبادرة قدمها جلالة الملك، وكانت المؤسسات كلها متجاوبة، وإحنا نفتخر أننا من أول المؤسسات التي قمنا بالتجاوب مع هذه المبادرة. نعم. يعني عم نتحدث عن 63 سنة من العمل النقابي، عدد المهندسين بالأردن يعتبر طبعا من النسب المرتفعة بالمنطقة،
حدثنا قديش كمان دور المهندس نفسه مهم بموضوع الصندوق. انتم اول النقابات اللي اوجدت صندوق مسؤوليه اجتماعيه، الاموال المخصصه للمبادرات مختلفه عن صحيح. المال الخاص للمهندسين، لكن شو دور المهندس نفسه او عضو النقابه نفسه؟ يعني بداية احنا من اعلى النسب في العالم، مش نعم. بس بالمنطقة، بالعالم. نعم. نحن نفتخر انه ايضا المهندس الاردني نقطة قوة للاقتصاد الوطني، للوطن، لمشاريع الوطن، لبناء حضارته. المهندس هو باني الحضارة بشكل اساسي، ويجب ان يكون له دور ايضا بالمسؤولية الاجتماعية. فبالتالي يعني الحملات تبدأ بالمهندسين. نعم. يعني احنا عندنا مصادر ثابتة لصندوق المسؤولية الاجتماعية، دينار يدفعه المهندس سنويا، لكن هذا الدينار يشكل رافد للصندوق، هو اختياري، لكنه يشكل يعني مساهمة معنوية جيدة. أيضا الحملات التي تطلق، أول ما يبادر فيها المهندسين لقربهم من نقاباتهم، لاقتناعهم بالعمل اللي بتقوم فيه النقابة بهذا الاتجاه. أيضا أنه أصبحت النقابة بفضل الله سبحانه وتعالى يعني مصدر ثقة للشعب الأردني في هذا الاتجاه وللمهندس الأردني. فلذلك نحن نفتخر بأن كل الحملات التي تقوم بها النقابة تلقى تجاوب مع المهندس الأردني بالدرجة الأولى ومع الشعب الأردني بالدرجة الثانية، وهذا شيء إن شاء الله نحرص على المحافظة عليه بنوعية المشاريع، وأن تبقى هذه المشاريع ضمن اختصاص النقابة وضمن يعني مسؤولية مستدامة للنقابة. جميل. دائمة. جميل. كل السنوات. يعني أيضا بما يتعلق بالمستوى الوطني كنا عم نحكي عن دعم بيوت المقدسيين، أيضا في هناك جانب مهم جدا من الحملات اللي كان في عليها تسليط إعلامي كبير جدا، هي حملة عمار يا غزة، أيضا أطلقت بالتعاون مع قناة رؤيا. صحيح. كانت بهدف إعادة إعمار غزة وما تزال مستمرة. فاحكي لنا أكثر، وين وصلتوا؟ نعرف أنه يعني أهلنا بقطاع غزة ما يزالوا يعانوا من بنية تحتية متهتكة ومتهالكة. صحيح. فكيف عم بتساعدوهم أيضا أهلنا بغزة؟ يعني إحنا الهيئة العليا الأردنية، اللجنة الأردنية، تضم الثلاث جهات اللي حكيت عليها، نقابة المهندسين، نقابة المقاومة، جامعة مستثمرين قطاع الإسكان، تقوم بالإشراف وإدارة العديد من المبادرات المشاريع. يعني قامت بتنفيذ مستشفى الأطفال بشكل كامل بالتعاون مع البنك التنمية، وقد يعني يفتتح إن شاء الله خلال فترة قريبة في منطقة دير البلح. نعم. أيضا العديد من المراكز الصحية، العديد من المدارس، هنالك فرع للجنة بغزة من مهندسين. نعم. يقوموا بمتابعة والإشراف على تنفيذ هذه المشاريع من الناحية الهندسية. أيضا يتم التمويل والصرف من خلال لجنة تتابع في الأردن وتدقق الفواتير والمطالبات، ويتم طرح العطاء هناك ويتم الصرف من هون بالتعاون مع البنك السامي. أيضا يعني أصبح في ثقة بهذه اللجنة. ويعني مهما قدمنا المطلوب أكثر بكثير طبعاً. لكن المساهمة بيشعر أهلنا بفلسطين، أنه الشعب الأردني جزء من فلسطين وجزء من معاناتهم، فبالتالي هذا التلاحم يعني إحنا دورنا. نعم. نحافظ عليه دائما. نعم. يعني بالحديث عن المبادرات داخل وخارج المملكة، بهمنا نعرف، إحنا طرحنا سؤال على كل اللي بتابع برنامجنا، موضوع النقابات. يعني أنتم ضمن الـ 14 نقابة مهنية موجودة بالمملكة. صحيح. قديش بالفعل، أنا كمان خبرة يعني نقيب المهندسين، قديش دور النقابة مهم؟ قديش إحنا بالأردن دول متقدمة تقاس بعمل النقابة مظلة للمهنيين والعاملين بالمهنة، إيجاد فرص عمل؟ قديش بتحس دور نقابتكم أو بشكل عام النقابات المهنية فاعل بالفعل وعم بيأدي مهمته بشكل سليم؟ يعني زي ما تفضلتي حضرتك، أول شيء إحنا دورنا الأساسي مهني. يعني إحنا نقابة مهنية، الدور تبعنا هو تنظيم ممارسة المهنة الهندسية، وكل نقابة بتختص بمهنتها بتنظم هذا العمل. نحن كنقابة مهندسين بفضل الله لنا وجود وحضور كامل على مستوى تنظيم العمل الهندسي. نعم. في القطاعين العام والخاص، يعني نحن الذين نقوم بوضع الأنظمة للممارسة، تحديد المجالات التي يمارس فيها المهندس، أيضا نشارك في كل اللجان التي تنظم العمل الهندسي بالقطاعين العام والخاص. وبفضل الله هنالك تعاون وثيق مع وزارة الأشغال، اللي هي النقابة اللي احنا بنتبع إلى الوزارة، وزارة الأشغال، احنا ممثلين بكل اللجان اللي بتعمل على تنظيم العمل الهندسي، أيضا مجلس التنظيم الأعلى نحن ممثلين فيه، العديد من مجالس الكليات اللي بتدرس هندسة نحن ممثلين فيه كنقابة، ولنا حضور بالمساقات التعليمية. لكن يعني هنالك متطلبات أكبر بكثير من دور النقابة، لكن إن شاء الله أنه نستطيع بالتعاون مع كل الجهات اللي بتعمل هذا المجال أنه نغطي هذا الجانب ونخدم المهندس. وأكيد يعني هو واضح موجود على أرض الواقع ومشهود لنقابة المهندسين الأردنيين بالتميز، سواء يعني على مستوى تنظيم العمل الهندسي أو على المستوى المحلي والوطني. إحنا ختاما بدنا نتشكرك مهندس ماجد الطباع، وأهلا وسهلا فيك. شكرا لكم. شكرا على أمل شكرا. يعني يكون كمان في استضافة أخرى بعد ترميم السبع. شكرا للمتابعة، ما تنسوا تشتركوا في القناة لتشوفوا كل شيء جديد.
Thank you.